دكتورة غادة، كتير من السيدات واللي بيتفرجوا حتى علينا تقول لك ايه، ما هو انا مش هستحمل ان هو خلاص ما بقاش يحبني، الكلام اللي بيتقال، او خلاص ما بقاش شايفني تاني حلوة في عينيه، او هو راح شاف واحدة تانية، طب هرجع له ازاي؟ طب انا وبعدين ما بتهداش، يعني الست اللي بتعرف ان جوزها خانها ما بتهداش ابدا، يعني بتفضل طول الوقت ما انت عملت كده، ما انت سويت كده، ما انت اصلك، فالحل يبقى ايه؟ بصي، اول ما الواحده بتعرف ان جوزها خانها، لا شعوريا بيجي لها احساس على طول اللي هو انكار والصدمه. الفتره بتاخد فتره 6 شهور، هي مش عارفه تفكر كويس، في افرازات في المخ، بتقعد انها مش عارفه تاخد القرار والكلام ده. تعمل ايه؟ احنا عايزين 6 شهور قبل ما ناخد القرار بتاعنا الصح. اشمعنى 6 شهور؟ هو يعني علميا هو 6 شهور. اوكي، الست شهور دول انت عندك حل ان هو تسيبي البيت وتقعدي في بيت تاني تفكري مع نفسك، او تفضلي في بيتك. طيب الخطوه اللي بعد كده ممكن اعمل ايه؟ انا اوقف على ارض صلبه ولا انا في الهوا؟ يعني ايه؟ في ست استغنت عن شغلها، ما بتشتغلش، ما عندهاش حد، ما عندهاش غير البيت ده، او جوزها معيشها في مستوى معين، وده موجود قدامي كتير قوي. طب انا لو سبت ده وهتنقل لبيت تاني، طب انا هصرف على نفسي منين او هعيش ازاي؟ معلش، هي في الاخر بتبقى يعني ايه، بتقول انا مش عايزه شميته فيا، انا مش هعرف اعيش في ده. في ستات بالحاله دي بتقبل انها بتكمل. هو ده انا بالنسبه لي بيعيشوا في خداع نفسي. أو بس انا عايزه اقول لك حاجه دكتوره غاده برضو عشان نبقى متفقين. في ال6 شهور دول، الست دي اللي هي بتفكر دي في ال6 شهور هيكون هو اتجوز عليها اصلا؟ لا، ما هو يعني بقى هو الراجل هنا، وهي قاعده مع نفسها تفكر لا تعمل ايه. هقول لك تعمل ايه. الراجل اللي عايز يكمل مع مراته بيستغنى على طول عن اللي معاه، فاهماني؟ الراجل اللي فعلا مش قادر يكمل مع مراته واخد القرار وقابل اللي هو عايزها، لا، ممكن لو بقى قدامه دي او دي هو بيختار، لا انا هكمل مع الجديد، وانا احنا مش كده كده علاقتنا مش نافعه.